اشد شيء. واش بصح رجعتي لبرخين يو؟ احنا ماشي غير رجعنا مع بعضياتنا، احنا راه غادي نحدوا موعد زواجنا ملي غادي تسالي المسابقه وفي اقرب فرصه. غير البارح كنتي كتقولي انه خاصك شويه الوقت باش تفكري وتحدي شنو هي مشاعرك تجاهه، واليوم جايه كتقولي لي بلي غادي ترجعوا. انا حياتي كلها وانا عايشه في هذه الحيره وكنفكر. صافي انا قررت وسالينا. عقلتي فاش كانوا الناس كيسولوني شنو نوع الشوربه اللي مطيبه اليوم؟ عقلت. علاش؟ كان كيحسب ليهم بلي عندهم الحق يجيو يشريو الشهيوه اللي باغينها هما كل نهار، ولكن انا كنت كنطيب نهار شوربه ديال الدجاج ونهار ديال الخضره ومره كندير شوربه الفطر، وما كنتش كنطيب على ذوق الناس بمره. وكنت في هذاك الوقت كنطيب الشهيوه اللي قررت انا بنفسي انا نبيعها للناس قبل بنهار. كان الهدف ديالي انني نفهم الناس انني انا اللي كنقرر ماشي هما. دابا ناويه بدل ما نبعد على بيرخيليو نقرب منه اكثر، وناويه نحدد موعد زواجي به، حيت ما بغيت حتى واحد من غيري يقرر اللي بغيته انا ويطلب مني نطيب ولا ندير شي حاجه باغيها هو. اماليا، حنا دابا كنهضروا على حياتك مع بيرخيليو ماشي على الطياب. لا، حنا ما كنهضروش على حياتي مع بيرخيليو ديانا، حنا كنهضروا على الفونسو. الفونسو حتى هو عنده الحق يختار طريقه، الا بغى يختار طريقه مع سمارة فهذا الشيء من حقه. انا كنحس بعض المرات بانني مشكله كبيره في طريقهم هما بجوج. قررت انا وبيرخيليو نكملوا حياتنا بجوج. بغيتي الفونسو يختار طريقه؟ انت عارفه مزيان باللي كيبغيك. كون كان كيبغيني ما غايقولش ليا تسناي. علاش غادي نتسناه؟ باش ترجع لك ذاكرتك. راك كتعاني من فقدان الذاكره اماليا، وخاصك وقت باش ترجع لك ذاكرتك. ايوا، شنو اللي كيضمن ليه انني الا رجعت ليا ذاكرتي غادي نرجع نبغيه؟ حتى حد ما يقدر يحارب بحالك. مازال عاقل. كيفاش غادي ننسى وانت ما عمرك ما خسرتي؟ في كل مرات كان عندي الحظ. الحظ كيحالفك في العاب الورق ماشي في السباق. مستحيل. اشنو كاسيو، واش قررتي تشارك؟ مازال ما قررت حتى حاجه. اهلا، تفضلوا. الحفله رائعه والبطوله زوينه بزاف جلاله الملك. كنشكرك على المجامله الزوينه رودولفو، وما كرهتكش توجه هذه المجامله لبنتي كاتالينا، حيت هي اللي وقفت على جميع التحضيرات. وانا كنصور راسي علاش كاينه لمسه انثويه في هذه البطوله. عندك الذوق. سمو الاميره، والله الا هذه احسن بطوله حضرت لها في حياتي. هذا من لطفك، تشرفنا بزاف بحضورك للحفله.